حسام 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 أنا جاي أقولها بالنيابة عن مولاة أم البنين. كانت تطلع للبقيع تسوي أربع قبور تكتب عليهم هذا قبر العباس بن علي بخيلك هذا قبر عون بن علي هذا قبر جعفر بن علي هذا قبر عبد الله بن علي النوب تروح على الصفحة تسوي لها قبر أكبر من ذنيج القبور تكتب عليه هذا قبر الغريب هذا قبر الحسين ابن فاطمة تعيب ذيك القبور ظل تمشي على قبر الحسين الرايح والجاي يتعجب عجيب هاي ام البنين عندها اربع رجال اربع بنين راحوا ما تبكي عليهم تبكي على الحسين يسالوها تقولهم ذول يا اولادي انا امهم انا موجوده لكن هذا حبيبي وين ام فاطمه هذا يتيم الام هذا عمره خمس سنوات وماتت امه هذا الحسين كل اولادي فدوه للحسين كل وجودي فدوة للحسين يا حسين لو بيد الأمر كان بعد ربيت لك يا حسين خوان حسام حسام حسام